بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام في كل مكان وما كنت، عيد أضحية سعيد عليكم في كل مكان من أنحاء السودان. في هذه الحلقة المختلفة ممكن اثنين يطلعوا من بيت واحد يقدم فكرة مختلفة ويكون ذات المجال، ممكن أكثر من اثنين. هنشوف الليلة أكثر من فكرة مختلفة لكن طلعت من مكان واحد ومن بيئة واحدة. نمشي. السلام عليكم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى عبر عيد الأضحية المبارك. سعداء جدا نلتقيكم في هذا المساء وأكثر من فكرة ممكن تطلع من بيت واحد، لكن إذا كانت فكرة واحدة كيف حيكون المكان والزمان. مرحبا بكم أستاذنا عوض وأستاذنا إمام الكاتب والمسرح، أستاذ عوض والكاتب والمسرح أيضا والمخرج التلفزيوني إمام حسن إمام. سعداء جدا تكون معنا عبر سودان 24. في البداية أهلا ومرحبا بكم. أنت الكبير ولا شيء؟ والله الكبير في شنو من حد عمر عوض. تفضل. والله انا بس لانه قريب لك عشان كده انا سعيد جدا اكون من خلال 24 ونستغل فرصه ونقول لكل الناس اللي بيتابعونا كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله ربنا يحقق كل الامنيات ان شاء الله يا رب. استاذ عوض اهلا وسهلا، وكل عام والشعب السوداني بخير والامه الاسلاميه بخير. تحياتنا للإخوة في السودانية 24 وتحية لكل الناس اللي بيشاهدونا في السهرة دي، وإن شاء الله نكون لطاف وخفاف إن شاء الله. الكبير فيكم منه؟ قلت إمام إنه الكبير عوض. عوض كبير. طيب أستاذ عوض، يعني ليه اخترت دائما الانتماء لمجال الدراما والمسرح؟ والله أنا ما اخترت الانتماء لها، هي اللي اختارتني. يعني كيف؟ أنا من قمت مشروعي كده يعني مصمم انه انا اكون بتاع دراما وبتاع فنون وبتاع مسرح. يعني انا من قمت انا بمثل وكده يعني. هي اللي اختارتك؟ هي اللي اختارتني. طيب امام، يعني هل بالنسبه لك عوض كان ملهم وفيما يخص الدراما والمسرح؟ هو اكبر منك بكم سنه؟ عوض شكسبير اكبر مني بيجي 4 سنة. تمام. ما بسيطه والله. حقيقة هو من الشخصيات الملهمة. وشكسبير زي ما قاعد أقول كثير هو زول فنان، زول مبدع جدا، بتقدر تختبس منه الإبداع وصناعة الفنون وكذا، فهو ملهم كبير بالنسبة لي. ملهم ولا عشان سبقك في المجال؟ والله يا أخي ممكن تقول ملهم. ما عارف الفنون ده عشان ما فيها الأول منه والأخير منه. أي زول بيجي هو فيها العطاء، بيجي بالعطاء، لكن هو لأنه هو ملهم وهو لأنه طاقة كبيرة من الإبداع متحرك، فأنت بتقدر تشيل. طيب أنتم مارقين من بيت واحد والفرق 4 سنوات بيناتكم، كده احكوا لنا قصة تعاملكم في البيت، كيف بتتعامل مع عوض شكسبير الفنان كيف في البيت؟ والله أنا بتعامل معه كصاحبي أول حاجة، نحن كأصحاب يعني يعني جزء كبير قاعد يكتشف إن إحنا أخوان دي مؤخرا كده. فمعظم الناس بيكون عارفين إحنا كأصحاب، لكن في البيت بنعامل كزملاء لأنه النقاش معظم بيكون عنده علاقة بالمهنة، فبيبقى الموضوع كله حق زمالة. عرفت يعني بيكون بقول له يا أخي داير أعمل كده، بخرج فيه كده، يعني بيبقى الموضوع عنده علاقة بورشة فنية كبيرة. فعشان كده مهنتنا سارقة مننا الحس الأخوي ده بتاع بتعوضه كيف؟ بتعوضه الحس الأخوي المفقود ده كيف؟ والله بالصحبة. ما الصحبة ذات أخوة، لما نكون الزوج صاحبك شديد بيكون أخوك. فبنعوض ذات في السفر في الشغل البرة في كده، لكن لما نلقى روحنا في البيت وفي كده بيكون معظم الونسة هي الورشة الفنية دي. وغادي يكون لأنه إحنا ما في بيت واحد، يعني بعد الزواج عوض ساكن في الخرطوم وساكن في مدرمان، بنتلاقى في الجمعة مثلا عند الحجة. يا أخي الحجة دي ما تخلي الناس تستغل الفرصة، تقول لها كل سنة وأنت طيب يا حجة، قول لها كل سنة وأنت طيب. تمام. فبنقعد يوم الجمعة ده بنستغل، فبيبقى الملاقاة فيه بسيطة يعني. نحاول. طيب يعني بالنسبة لك زي ما قلت إنه عوض هو ملهم. ما تزعل ده شوية. هزعل أنت بس كنت شيلها. طيب أنا داير أمشي كنت لحتة ثانية، اللي هو هل بتوجه عوض
كمخرج ولا ولا كصاحب؟ كمخرج. انا اخرجت لشكسبير قدامك بسنين وحفل كبيره انت بتوجهه. اخرجت لشكسبير كم حاجه فلما نكون في في الاخراج انا قاعد اعمل معه كواحده من مكونات العمل، لو كان في دراما تلفزيونيه ولا لو في مسرح بتعامل معه كواحد من الادوات بتاعتي التولز بتاعي انا بشتغل بيها. فما بكون عوض شكسبير قدامي، بكون قدامي الممثل. بيكون قدامي بس هو ممثل يعني، ما بغض النظر عن هو اخويا الكبير ولا هو ممثل نجم ولا هو كده، لان معه كممثل المفروض يديني ما انا احتاجه. طيب عوض يعني انت بتمثل وامام المخرج اذا قام وقفك وقال لك يا اخي انت ما قاعد تمثل كذا عيد المشهد ده ثاني، احساسك شنو في اللحظه دي؟ تعمل كيف معه؟ هو اخوك الصغير يعني. والله من قبل يعني جاني احساس تأبين كده عرفته؟ يعني زي زول قاعد بأبنه فيه كده، هو شكسبير الممثل كده وعليه رحمه الله والحاجات دي. فكنت مستمتع جدا اول مره زول احضر تأبينه كده او عمل بروفه لتأبينه، يعني زول ممكن حيقول عليه شيء انت ككاتب مسرح بروفه لقيتها كيف؟ هاي ف زي ما قال لك امام الفنون دي ما فيها اخوي واخوك، في الممثل معه مخرج، مخرج قصاده ممثل كده. فممكن يقول لي يعني امام او اي مخرج غيره يعني ممكن يصلحني وكده، مع انه انا ما في مخرج صلحني قبل كده. بقول لي اعمل كده بعملها صح عديل. شفت كيف؟ ايش ما صح؟ مقطعها عديل ما في مخرج يقول لي كلام ده صح؟ ما في مخرج يقول لي اعملها ثاني مرة. والله شوف يا عمار، هو لما تكون انت والممثل، انا كمخرج مثلا والممثل اللي معاك بيناتكم في اتصال وجداني وحاسسكم واصله بعض، هو بكون عارف ان انا عايشين. يعني لما اقول له يا اخي دارك تعمل لي المشهد ده كده كده كده، هو بكون عارف انا دارك وشو. وانا ما بقدر اديه اوردر كثير لانه بكون عارف هو المعلومه وصلته خلاص. ده اللي سر التواصل. عدت لو كم مشهد قبل كده يا اخي؟ يا حول. طيب طبعا يا استاذ انا دار اقول لك حاجه، انا دار اقول حاجه معلومه للسام مشاهدين، يعني السام مشاهدين هم عارفين اي حاجه، لكن ضيف معلوم. هم السام مشاهدين بيفتكروا انه المخرج هو المسؤول من العمل او الكبير في العمل او اللي عنده الكلمه في العمل. طيب الكلام ده علميا ما صح. علميا الفنان هو ملك العمل، يعني في المسرح ده الممثل هو ملك العمل. الممثل ده هو الظاهر، صحيح. هو اللي بيشوفه الناس، هو الطاقة الإبداعية، هو اللي بيتحرك، هو الكده. المخرج ده واحدة زي ما قال لك إمام من الأدوات اللي بنتعامل بها نحن، نحن كممثلين المخرج ذاته بالنسبة لنا جزء من أدواتنا. يعني المخرج هو بيعمل شنو؟ ما في حاجة اسمها مخرج أصلاً. ما ممكن لكن يقول لك لا. لا لا ده من مخرج. أنا في معلومات دار أقول لكم، أنا شوية أكبر منكم في الموضوع. طيب. ما في حاجة اسمها مخرج. يعني المخرج جاي يقول أمشي يمين وأمشي شمال وكده، دي ما شغلته. دي شغل زول ثاني اسمه ده مصمم الحركة، اللي بيعمل الكيوغرافي، راسم المشهد. المخرج ده الزول اللي بيجيب الناس كلهم وهم اللي بيدوا الافكار. عرفتها؟ لكن في المسرح الحديث والفنون الحديثه الفنان او المؤدي هو ملك العمل. ده من ناحيه. من الناحيه الثانيه انا وامام اشتغلنا كثير. طيب امام ده لو هرشك بصفته كده مخرج بتقبل ولا لا؟ لكن ممكن يهرش ممثل جديد كده. انا احنا ما قلت لك وصلنا في الشغله دي مرحله كبيره يعني. المخرجات بنجيبه نحن. صحيح الكلام ده يا ايوه مره يجيبوه. خلينا بس دايره يعني ينتهي كده عشان اجي لك. المخرجات بنجيبه. انا اختلف مع شكسبير في في جزئيات في الكلام واتفق معه في المخرج ده هو شايف الشغل. يعني لو كنا في المسرح اسف الحوار ده، المخرج هناك شايف الحوار ده قبل ما يبقى. هو خطاه في حوار عمار حيجي نازل بالسلم كده هيلاقي وده شايفه. أنا إحنا ما كنا شايفينه، لكن هو لأنه سابقنا بالشوف. هاي ده من المخرج، ده بتاع المونتاج. فهمت؟ يعني ده في صفته ما مخرج، ده بتاع مونتاج، ده سويتشر. إمام ده سويتشر. إمام عوض ده بيتغلط ولا ما بيتغلط؟ هاي لكن المهم في العملية كل الإبداعية الزول اللي بيسهر للناس ده. ما الممثل نازل بيشوف التمثيليات حقتنا دي ويقول لك يا سلام والله يا أخي الممثل ده ظريف. لكن ما بكون عارفين المخرج فتح الله ولا عز الدين اللي بيوصل الممثل اللي ظريف. المخرج اللي بيقول لي يا اخي الاحساس ده ما كان كده، هو الكاميرا ما كان ما في مخرج كده. لكن كده نمشي لحته ثانيه. البيت انتوا طالعين من بيت واحد من بدري كده بتنجزوا اعمال مع بعض
يعني بتخططوا بتقعدوا كده في صينيه واحده في ترابيزه واحده بتخططوا لحاجه فكره؟ والله لما نكون عندنا معين لما نكون عندنا مثلا يكون عندي حاجه دار اعملها مثلا مثلا دار اعمل برنامج بتاع واتساب مثلا ممكن اقعد مع امام اقول له يا اخي انا بعمل في واتساب دار اعمل رمضان الجاي مثلا برنامج اسمه واتساب. فبنكون قاعدين يعني في البيت اثناء الغداء اثناء الكده اثناء بنضرب في بوهيه نتكلم يعني ادينا افكار انا اديه افكار اوريه انا فكرتي دار اعملها شنو فكثير بنقعد نتناقش يعني اثناء الحياه المنزليه. طيب اليومية. امام الوالده موقفها شنو لما تقعدوا مع بعض كده ودراما وتمثيل وفكره وطبعا يعني الوالده دي هي الملهم الحقيقي لما نرجع للكلام الجميل الملهم. نحن زي ما قاعد يقول شكسبير في كثير من الحوارات ان احنا طالعين من اسره ظريفه جدا واسره طريفه واسره يعني تجيد فن الونس. فالوالده هي ملهمه للحال بنعمل فيها دي تمام. لكن هي بس قاعد تتجهجه في حتات لما نخش في مصطلحات كده. انا لما نكون بنتونس عادي بتكون شغاله نحن نكون بنتونس شفت لو عمل المسرحيه دي كلها ده كده بتكون فاهمه. لكن اول ما تجيب لها مصطلحات علميه كده تحس الموضوع فيه قطيعه فما بدري كده يعني يعني بتكون دار. بعدين انا اقعد عندنا بعض مرات رندوك عندنا لغه خاصه فممكن نتكلم بصفاره بس عرفتها يعني تقول كلام الطير ده انا ما بريده بس كلام الطير ده ما بريده لانه بتكون فيه ما في شيء. عوض الوالده والله والدتنا دي زي ما قال لك امام مره في كهنجيه في كهنجيه يعني مش بتاعت فواكه يعني فاكهه بتحب كده الفكاهه وبتحب كده وهي نجمه تلفزيونيه برضو يعني انها مدي شاركت في كثير من الاعلانات التلفزيونيه يعني بيجيبوها في الاعلانات وكده فهي بتحب شغلنا ده وبتحب طريقتنا دي يعني وبتحضر لنا حاجاتنا بتوصينا برضو يعني كل عندك امر حاجه كده وجهاتك قلت لك والله يا عوض يا اخي كان تعمل كده اي مثلا في اللغات التلفزيونيه تعمل يعني توصيل جنرال كده عرفتها يعني مثلا لسه نقول لها الليله مثلا جايبين لنا في غنيه سمته انتوا فور حضرينا ماشيين اسم السنه على اللي غاده افضل البسه كويس البسه كويس خليكم ظريفين كده ما تتشالقوا ما تخففوا دمكم ما تخففوا دمكم شديد خليكم رايقين عشان نقول ستنا اولاد رايقين بعدين هم نيتي انه انا اسهر ببدله دائما والله والله امام يعني قلت لي انت ما عندك بدله؟ قلت لها ليه امي بدله؟ قلت لي طوال الاولاد بيجوا ظريفين كده لابسين بدله كده قلت لها ما بريده كده البدله قلت لها انا بسك بدله كده خليه زول محترم ظريف السوداني مرتبطين بالبدله دي عند الزول المحترم والظريف كده مع انه البدله دي ما ظريفه لكن هي دار لك الحياه السهله يعني لكن ممكن اسهر ظريف بدون وبعدين وصاياه كلها اللي هو يعني خليكم رزينين بعدين اقعدوا كده يعني عرفت مدعي حريصه جدا انكم تطلعوا بشكل مميز فمره ضربنا لها قلنا لها يا حاج انا مسافرين احنا كنا ماشيين باريس يا حاج مع السلامه نحن ماشيين باريس وقالت لي خلي بالك من اخوك ده هسه قلت لها خلي بالك من اخوك الثاني ده الكبير الغريبه هي زادت قالت لي نفس الكلام قالت لي خلي بالك من اخوك ده لانه شليق وفرنسا وهو انجليزي وفرنسي وكعب ترجم له يتسدى حقه كده. طيب امام يعني عوض ما شاء الله يمكن قدم عديد من الاعمال يا ترى عمل تتمنيت برضه شاركت في تجارب بتاع التمثيل كثيره جدا يا ترى عمل تتمنيت انك تكون مكان عوض؟ والله انا الحياه اللي بيعملها عوض ما بقدر اتمناه لانه عارف السقف الاداء بتاعي شكسبير بيعتمد على الاداء الفردي والاداء الفردي ده بيحتاج قدرات بتاعت ممثل عالي يعرف التكنيك بتاع الصوت التعابير الوش البرزنتيشن بتاع الشخصيه كده فده بيمتاز بيه شكسبير اكتر فانا لو كنت داير كده ما بتظبط معي يعني انا ما قدر داير عرفته لكن انا كان اتمنى اشتغل شخصيه مثلها وشكسبير ده يسمى الزين في عرس الزين للطيب صالح فيلم اشتغلوا معه الاستاذ قاسم ابو زيد ليه التحيه ولكل الكاست اللي عملوا الفيلم ده كل سنه وانتم طيبين عمل مشهور عرس الزين عوض شكسبير مثل فيه تمثيل عالي شخصيه الزين ذاتها كان شخصيه معقده مركبه تمثيل فيها ما سهل فانا تمنيت اختبر بالفيلم ده عوض بيقدر يؤدي الدور ده؟ لا لو نطط شخصية الزين دي شخصية صعبة شديد جدا أنا مثلتها وما أي زول ما بيقدر يمثل حق زول عرفت لأنه تكوينك جسمك يشبه ياتو شخصية كده وشك ياتو شخصية بس يتمنى ما عنده ثاني حل يتمنى بس ما عنده حل
باي لكن ممكن امام زاد تمنيت امثل حاجات هو مثلها يعني مثلا انا تمنيت امثل في المهرج المسرحية المشهورة لأستاذ محمد نعيم سعد فرقة الأصدقاء يعني هم كانوا ناس امام ده بيعملوا الكورس مع الفرقة وكذا كانوا بيعملوا شخصيات جميلة جدا فانا تمنيت برضو انه امثل واحد من الشخصيات دي يعني بعدين امام دائما بيجيبوا دور شنو الود الحبيب كذا بيتكس كذا وبحب البنات كذا يعني الشخصيات الراغية دي كذا انا ما قاعد بدون الادوار دي فطوال انا بتمنى ومن هنا انا بوجه للاخوه في المخرجين يعني كلهم يعني عليهم لو سكتوا لي زاد في الادوار زي دي كده يعني ادوار الحب طوال بالدنيا شرير يا صاحب البطل لكن كمان البعد الجسماني برضه له اثر في الحته ما عندك طريقه الحب ده ما في امام لو قلت لك انت كمخرج قيم لنا الاداء والنص والسيناريو في وتر حساس وتر حساس انا مره قلت مسلسل متفق عليه عرفته يعني ما من الاعمال اللي بيختلفوا فيها اثنين نقول والله لو كان عمل وتر حساس كان كتابه عاليه جدا اللي هو شكسبير يتوفق في انه يكلم شخصيات ما تكلمت قبل كده في الدراما السودانيه يعني تجيب لك شخصيه بتاعت مغني في الكتابه يعني مش طاهر المغني ذات الشخصيه نور مثلا يعني تجيب لك شخصيه هي ما قاعد تظهر في الدراما كثير مغني كده دائما بيظهر عندنا الدكتور لاعب لكن مغني ما قاعد يظهر عندنا في الدراما كثير الاختيار موفق بتاع الممثلين يعني عاوز كثير من كتب النص ده لو كرشيخ وكشيرخ يتوفق في انه شخصيه طه تكون في المحل شخصيه عاوز شكسبير فده واحده من النجاحات الانتاج بتاع شركه خزف كان وفر للمخرج ما يحتاجه تمام الموسيقى كان مكملة النواقص بتاعت التمثيل إذا كان في نواقص فأنا أفتكر أن العمل كان مكتمل وناجح جدا أنت قيمت حياة لكن كتابة النص كتابة النص كان موفقة جدا دقيقة مربوطة مع بعض ما الكلام ده ما كسرت لك لشكسبير كسر يا زول كان دقيقة كلنا أهل قلنا ما في مشكلة يعني اجتهد فيه شديد بعدين ما 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 خلى الممثل يحتار في أنه يرتجي الحوار عشان يكمل به الحوار المكتوب كان مساعد الممثل انه يمثل في حوار انا مثلت مثلا حاجات انت بترتجل عشان تكمل بها الحوار لكن الكتابه هنا يساعدت الممثل على انه يمثل عوض 200 ممكن نشوف لكم عمل مع بعض ثاني ايوه والله يا اخنا عمل قريب كده انا اخر حاجه مثلتها مع زملائي الممثلين ديل وتر حساس انا ما بريد امثل بقيت مع عايزه ولا مع امام لا لا والله انا متجه لانه اعمل حياتي براي يعني ليه ما له امام عيب وشو امام في التمثيل لا في الاخراج مثلا في الاخراج في التمثيل برضه والله لو لقيت حاجه كويسه يعني بنادي ويخرج لي يعني لو لقيت اخر مره ناديته متين اخر مره قبل ناديته تعال احنا اشتغلنا مع بعض كثير احنا اشتغلنا في فرقه البقعه دي مثلنا السودان في عديد من المهرجانات في كثير من الدول اشتغلنا مع بعض مسلسل بدري جدا مع الراحل جلال بلال قبل الشروق اشتغلنا مع بعض مسرحيات عملنا مع بعض كثير وهسه بنعمل في اعلانات مع بعض بنعمل في حاجات كثيره مع بعض طيب عوض لو سالتك يعني رايك في الواقع الدرامي السوداني اقول بصراحه قول الواقع الدرامي السوداني طبعا الكلام ده قالوا زملائي كلهم في الدراما وكده واقع مرير واقع ما فيه امل واقع صعب شديد واقع ميؤوس منه وكل الاوصاف المظلمه دي يعني محبط شديد انا ما محبط انا متفائل جدا لكن واقع انت سالتني منه يعني واقعنا منتهي شديد طيب انت محبط ولا ما محبط انا متفائل بانه نحن عايزين نعمل دراما وحنعمل دراما يعني وحنعمل مسلسلات وهسه عندنا مسرحيه كبيره جدا حنفاجئ بها الناس ان شاء الله في بعد العيد ده حاجه جميله جدا وكده ده تفاؤلنا يعني متفائلين رغم الواقع المرير خالص فاعلين وحنمثل للشعب في السوق حنمشي لهم نمثل لهم في الاسواق حنمثل لهم في اماكن شغلهم في المدارس في اي فجه في المسارح كده نحن لانه هم رهاننا يعني الجمهور يعني لكن الواقع انه حال الدراما لا يسر يعني وما حقدر اقول لك الاسباب لانه هي كثيره وعايز والعمل معه لقى قال الكلام ده والجمهور ذاته عارف يعني طيب امام يعني عوض مشلي
الواقع المرير، لكن احنا نمشي لواقع ثاني. كل اثنين ممكن يمرقوا من بيت واحد مبدعين. الحاجة ضرورة انه يكون من بيت واحد، فكرة اثنين من بيت واحد. والله عمار هو بيساعدوا بعض بيكون كويس، لكن يعني عارف احنا مهنتنا الفنون دي عموما لزول واحد حارة، لما تلقى صديقك ولا اخوك قريب معك في الفنون دي بتبقى ممتاز. يعني المجهود اللي بتعمله زول واحد هتعمله اثنين. لو هتشاور نفسك ان انا داري اعمل شنو، هتشاور اثنين هتسمع اراء مختلفه جدا. فلو بيجوا اثنين كويس صبت لك الموضوع تمام. حاسين انتم كويسين شديد؟ كويسين جدا الحمد لله. الله اكبر، الله يزيدكم. تفضل. انت عمار ما عندك اخوك عنده علاقه مذيع؟ عندك اخوك بيغني؟ دارين تورطوني انت صح؟ لا لا ما عندك نهايه والله. العلاقه بالميديا انا الوحيد المبدع في بيتنا. شكرا لكم، شاكرين لكم. كنا بدكم مبدعين بس انت ما اكتشفتهم، انت ما اديتهم فرصه. يعني كنا لو اخوكم كذا صوته جميل كذا، اخوك ثاني لعب. والله انا مبدع في اكثر من مجال، لكن خلوها لوقت ثاني. نحن شاكرين لكم جدا، نورتونا في العيد السعيد ده. استاذنا عوض شكسبير، استاذنا امام حسن امام، وكنتم نجوم مرقوا من بيت واحد في يوم واحد وفي يوم العيد. شكرا. احنا عندنا اغنيه دار نغنيها. طيب اسمح لنا يعني الزمن والاخ مخرج والاخ. طيب غني. احنا الاغنيه من هدايا لامي. طبعا احنا معروف عننا ممثلين، ما معروف عننا مغنيين. الاغنيه دي لكن كبيره، كلمات اغنيه جديده يعني حنغنيها انا وامام. يا ريت يجيبونا في الجنرال عشان الاغنيه فيها حركه يعني. طيب الاغنيه بتقول امي تيري امي ترارام امي. بس شكرا. شكرا لكم عوض شكسبير وامام حسن امام. فاصل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وفي مكان اخر برضو طلعت للناس بنوته ورده صغيره نورت الدنيا من بيت مشهور بالفنون، فنون مختلفه جدا. مرحبا بك هند كمان نعيم سعد، نورتينا وكل عام بخير. انت بخير. الناس داري يعرفوا كل البنيه الصغيرونه الجميله دي، عرفينا على روحك. انا هند كمال نعيم سعد، عمري 12 سنه، بدرس في مدرسه مهاجر في الصف السابع. أمي اسمها رباب عبد الرحيم الكرار، أخت الممثلة رحاب عبد الرحيم الكرار، وعمي محمد نعيم سعد. طيب هندي، أنت اشتهرتي في دور أمل أو قدمت دور أمل في مسلسل وتر حساس. دور الطفل أمل مصابة بمرض سرطان الأطفال، وأغلب الشغل كان فيه تصوير في المستشفى، ديكور مستشفى مرض سرطان الأطفال. أصلاً وتر حساس من تأليف الأستاذ عوض شكسبير، وهي يعني عبارة عن دعاية لبناء مستشفى سرطان الأطفال في السودان. طيب ما بعد الدور ده، يعني هند قبل الدور ده بعد ما مثلت أمل اشتهرت والناس عرفتها وشافوها في المسلسل، الشهرة وعملت كيف مع الحاجة دي؟ المسلسل من أول حلقاته يعني مشاهدة بتاعته كانت كويسة جدا، يعني حتى لما كنت بمرق يعني أي زول شفني بكورك أمولة. أنت مثلت أمل. أيوة. بكورك لي بأمولة أمولة، حتى أنا في ناس ما بقول لي هند، بقول لي أمولة. يعني ناس كتار بقول لي أمولة، ده تأثير المسلسل عليهم. في المدرسة من ما البنات بيقولوا لك شنو؟ ما خشيت المدرسة والأستاذات. طبعا أسئلة، أصلا حوارهم معي كان عبارة عن أسئلة عملت شنو،
وصورته والمستشفى ده كان وين، طه سليمان ظريف ولا ما ظريف، اسئله كده يعني. طيب لو ما كان ابوك كمان نعيم سعد كنت حتخش مجال التمثيل؟ يعني هو ما ضروري انه يكون ابوي مخرج او ممثل، طالما انا عندي الموهبه اشتغل عادي ممثلة. لكن يعني انا شايفه انه لو ما كان ابوي كمان نعيم سعد، عمي محمد نعيم سعد، طبعا انا تعلمت منهم كده مما قمت بشوفهم بيمثلوا، بحاكي بحاكي. اول حاجه انا بديت بحاكي، بعد ذلك انت قدمت ادوار قبل كده كده كلمينا عنها، غير دور بتعمل في وتر حساس. اول عمل لي كان عباره عن اعلان شيك السوداني، كان على الاغلب عمري سنتين. بعدين اشتغلت حلقات ارشاديه مع بابا واخواني في البيت، اشتغلنا حلقات ارشاديه يعني عن الاطفال، امهم بتكون مشتغلات تليفون واتساب، هم شفتها الثلاجة، يشربوا الدواء، يمرضوا، يموتوا كده. طيب يعني هند انت حاسه خلاص الناس عرفوك هند الممثله، مثلا دور أمل في مسلسل وتر حساس. هوايتك الثانيه شنو؟ هوايتي انا برسم، بحب الموسيقى، بحب الكمان، بحب الكمان شديد. بس يعني خططاتي اني اتعلم الكمان في قصر الشباب والاطفال. طيب مستقبلك عايزه تخططي كيف للمستقبل ده؟ عايزه تبقي شنو لقدام؟ هل حتستمري في مجال التمثيل ولا في افكار ثانيه عاوزه تعمليها لقدام؟ التمثيل هو يعني بالنسبه لي هوايه وكده يعني زي الرسم كده. لكن يعني التمثيل بيحتل المقام الاول لهواياتي، لكن يعني ما حاعتمد عليه. يعني انا بحلم اني اكون طبيبه اسنان. ما عايزه تعتمد على التمثيل ليه؟ الزمن يتغير زي ما بنقول. انا زمان يعني زمن ناس بابا وعمو وديل التمثيل كان طوالي، لكن هسه يعني بالموسم، السنه موسم واحد مثلا رمضان بس. يعني اغلب الدراما السودانيه. طيب ما انت مو حتكبري ولسه العمر عندك ان شاء الله، ممكن يتغير الوضع. ممكن يتغير يعني يعني لكن برضه حامثل، اكيد ما حخليه بالتمثيل. طيب لو قلت لك كلميني عن الوالد كمان نعيم سعد في البيت بيعمل شنو؟ بيتعامل معاكم كيف؟ وانت خلاص بقيتي نجمه للناس ومعروفه، بيتعامل معك كيف؟ يعني تعامل بابا معي ما اختلف، يعني ما كنت صغيره ما تعامل معي كنجمه او كده. يعني نتعامل، نضحك مع بعض، نلعب مع بعض. يعني حتى بيستنى جديدي كل مره، يعني كل ما يكون عندي مسلسل او كده يعني هو بكون متابعه اكثر مني او مهتم به اكثر مني، وبعلمني تمثيل حركات. تعليقه كان شنو على دورك في وتر حساس؟ طبعا ابوي يعني ما كان بحسسني وكده اني ممثله وبعرف امثل كده، لكن بعد سلسله وتر حساس ابوي اقتنع يعني بقدرتي التمثيليه، وانه لكن كله احنا تعلمنا منهم اكيد. طيب ناس البيت برضو رايهم كان شنو؟ ناس البيت نفسي الوضع بتاع بابا برضو يعني اندهشوا ب يعني تمثيل بتاعك. طيب بيتكم فيه كميه من المبدعين، الحاجه دي اثرت فيك ولا انت لا انت عايز تشوف طريق برا وعاوزه تعمل حاجات برا؟ مؤثرين فيك ولا بتعملي حاجاتك براك؟ لا اكيد يعني ناس البيت لهم تاثير علي، لانه يعني مما قمت انا لقيت بابا ممثل، عمو ممثل، خالته بتمثل، خالته رحاب برضه بتمثل. يعني وكنت بحاكي فيهم وحاكي وحاكي لحد ما قمت الحمد لله جبت ناسي. طيب سلسلة متاعب تتذكري؟ رايك فيها شنو؟ سلسلة متاعب طبعا أول الأعمال يعني أنا يعني احتلاها شديد لأنها كانت مع عمي وكده. ناس البيت؟ ناس البيت يعني وأغلب حلقات صور جوا بيتنا، طبعا اغلب الحلقات جوا بيتنا. طيب في بيتكم في مجموعه من الاطفال برضه بيمثلوا ولا انت بس الوحيده من الاطفال بتيجي تمثل؟ انا الوحيده، عندي اخوي مهند قبل كده مثل حكايه سودانيه اخوي بس، لكن ثاني ما عندي اخوي ما عندي. طيب عمك
نعمل لكم مسرحية كده براكم كده انتوا أولاد العيلة كلكم. فكرنا في الحاجة دي وأسعى محمد بدأ فيها عايز يعمل لها مسرحية. طيب لو تقييمك كان شنو لوتر حساس؟ سلسلة وتر حساس طبعا كانت تجربة يعني حلوة جدا 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 وأنا يعني فخورة بروحي أنه يعني أنا اشتغلت في سلسلة وتر حساس مع الأستاذ بكرة الشيخ أستاذ حوش شكسبير. فخورة جدا أني اشتغلت معه الأستاذ جمال عبد الرحمن. طيب عاوزين نسمع جزء من الأغنية بتاعت الأوبريت بتاعت أمل عشان خاطر أمل. جزء من الأغنية يعني؟ غنية سمعينا. أنا ما حافظها. ما حافظها حاجة؟ لا حافظها لكن يعني أنا مطرودة من الغناء طبعا ما بعرف أغني. طيب من الغناء نمشي لحاجة تانية. مثلت الدور في دور في وتر حساس مفروض انه امل تقع كده ويغمى عليها. الدور ده اخر مشهد انفعالك كان معه زايد وقعتي وتعوقتي وكده كده احكي لينا اللي حصل شنو. طبعا انا ما وقعت تمام وقعت طوالع الارض مسكوني بورق مسكني عم وقسم وانا جيت واقعه مسكني لكن تاني في لما اكون لما كان بيخبر لي الكلاز من تحت لما وقعت تضربت راسي حتى بعد المشهد صدعت حلا راسي بيرم من ورا ان شاء الله يا رب تبرم من كل الم. هند يعني انت مثلت دور المريضه بمرض السرطان فيما يخص الاطفال. بتقولي شنو لكل الناس الحادبين على امر اطفال المصابين بالسرطان مستشفيات السرطان المفروض تنشئ هنا في السودان بتقولي شنو رسالتك؟ بقول للاطفال المريضين بالسرطان انه الله يشفيكم وضاء وقدر يعني احنا حزينين لكم جدا واقول لكل الشعب السوداني انهم يساهموا في بناء مستشفى سرطان علاج سرطان الاطفال وعايزين يعني احنا نبني مستشفى سرطان الاطفال باسرع وقت يعني عشان طبعا كل يوم بيموتوا 4 اطفال الحاجه دي يعني بسلسله سلسله وتر حساس سلطت لنا الضوء على ركن او جزء احنا ما كنا منتبهين له او يعني ما كنا شغالين به. طيب انت لما تمثلي دور مريضه بمرض السرطان وتستمر المشاهد دي التاثير النفسي اللي كان بيقع عليك شنو؟ بتفكري يومي كيف في الحاجه دي؟ طبعا كلهم استاذ عوتك كبير استاذ ابو الشيخ بيقول لي مثلا كن بمثل التمثيل يعني بحس بانه زي انا مريضه بمرض السرطان حتى يعني لما نكون في حوار مع استاذ فنان كبير طه سليمان لما بكون بقول له انا خايفه اموت طبعا طوالي حسيت بروحي عايزه ابكي تذكرت انه مرضى اطفال السرطان وناس بيموتوا وكده. طيب دار ذلك رايك في محمد نعيم سعد كممثل عمك كممثل رايك فيه؟ طبعا عم محمد بحبه شديد انا انسان بحبه شديد عطوف حنين بيلعب معانا في البيت يعني ما بقدر اوصف لك الشعور اللي طيب. انا حاسه تجاهه. طيب تمثيل ورايك شنو في التمثيل؟ طبعا هو اعتزل التمثيل حاليا كمخرج لكن يعني هو مثال جدا يعني بيقدر يوصل الشعور للمشاهد والحاجه اللي هو عايز يمثلها اصلا والشخصيه. طيب دارك تقييم لي الممثل السوداني الاول حاليا في الساحه منو في رأيك؟ ممثل الأول حاليا في الساحة؟ طبعا أنا ما بقدر أقول لك اسم الممثل لأنه عندي كتار يعني ممثلين كتار بحبهم. طيب كده اديني ثلاثة كده 1 2 3 قولي لي ثلاثة. بحب أنا ممثلين بحب الأستاذ أحمد المهدي. ثاني بحب الأستاذ إمام أخو شكسبير. بحب تاني كممثل يا هند اقدر اخط الثالثة خلاص خليه الاثنين دول. طيب طه سليمان كممثل رايك فيه؟ طه سليمان كممثل يعني هو كمغني وكممثل وكأي شيء يعني هو كان كمغني كفنان نحن كنا بنحبه بس دخل علينا بالتمثيل بوجه اخر يعني هو بعرف يعني حتى في حركات كده
تمثيلية جديدة هو بيعملها، يعني هو مثال جدا بعرف ناجح. ناجح طيب. إن شاء الله. ختاما رأيك شو في الدراما السودانية عامة؟ بتشوفيها كيف نظرتك لها قدام؟ كيف الوضع ممكن يتغير يمشي زي ما هو؟ ممكن يتغير طبعا، أكيد لازم يتغير. فبس بنهضة الممثلين المخرجين المنتجين ينتجوا أفلام مسلسلات مسرحيات إن شاء الله نتقدم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك هند كمان نعيم سعد نورتينا، كل عام بخير. وانت بخير إن شاء الله. مشاهدينا الكرام نستمر معكم في هذه الأمسية ولكن بعد الفاصل. ما زلنا متواصلين معكم في البيوت السودانية اللي ولدت أكثر من مبدع وطلعت للدنيا أكثر من مبدع. ويمكن في فترة السبعينات طلعوا ثلاثة بنات للدنيا بأصوات غنائية ملأت العالم السوداني في ذاك الوقت وما زالت مستمرة. البلابل تجربة مهمة جدا في تجربة الغناء السوداني. يمكن بعد 50 سنة من مسيرة البلابل امتد جيل من ذات البيت مرق فنان جديد للناس، نادر عثمان جمال الدين. مرحب بك وكل عام وانت بخير. مرحب بك وكل سنة والشعب السوداني بألف خير. ومعلش هم بالله لهم 50 سنة النادر وانا جيت بقى ان شاء الله كل العمر يا رب. كل سنة وهم طيبين والله يعني يمد في عمرهم وفي أيامهم ويديهم الصحة والعافية. ده إذا أنا يعني امتداد لهم والله أنا أفخر شديد بالموضوع ده. وكل سنة أنت طيب يعني. وأنت طيب يعني. الله يديك. طيب نادر، يعني العلاقة بين فنان وفنان بيكون فيها مساحة كبيرة جدا من التوترات أحيانا، لكن تنشأ في بيت فني، الوالد برضو رجل مسرحي ورجل درامي معروف. صحيح. الأستاذ عثمان جمال الدين. والمساحة الجميلة دي في البيئة بتاعت البيت اللي نشأ فيها نادر كده كلمنا عنها. والله يا أخي يعني أنا بشوف على العلاقة بين فنان وفنان يعني أكيد لازم يكون فيها شيء بسيط من التوتر، له علاقة مثلا بالحاجة اللي أنت بتعمله والحاجة اللي هو بيعملها. ده إذا كان هو في نفس مجالك، فما بالك في البيت يعني إذا كان الوالد أو الوالدة، فالموضوع فيه خطورة. يعني ده أبوك في المقام الأول، بعد ذاك إذا كان فنان هو في مجاله أكيد حيتعامل معك يعني على حسب الحاجة اللي هو فيها. كمان هو درامي، أنا بعتبر إنه يعني شوية كلامه فيه عمق كده، لما يتكلم بيتكلم يستصحب الحركة يستصحب كل الحاجات معه. والوالدة الله يديها العافية يعني المجالنا واحد يمكن الغنى، وهي برضو اتجهت يعني أو كانت عندها علاقة بالتمثيل والدراما، يمكن الوحيدة من البلابل اللي لها علاقة بالدراما. بس علاقتها معي جميلة شديد، وفيها جانب بتاع النصيحة يعني كزول قبليك في المجال ويعني بسنين يعني، وفيها غيرة برضه يعني بيشوفوك انت بتعمل في شنو والناس مبسوطة منك، زي ما انا برضه تمنيت في يوم من ايام يعني انه انا اصل مرحلة البلابل من حب الناس يعني. بالتأكيد وكده. طيب نادر، التمثيل والغنى اجتذبت انت في الفترة الاخيرة للغنى، لكن عندك برضه علاقة بالتمثيل؟ والله يا اخي انا الشيء ما بعرفه الناس، انا بحب التمثيل اكثر من الغنى، وبقوله والله بقول صراحه. وكنت حابب اقرا الدراما، لكن يعني بحس انه الوالد كان يعني بيقول لك امشي اقرا مثلا الموسيقى وبعد ذاك الدراما ملحوقه، يعني انا على الاقل ممكن تلقى حاجات دي مني، انا تستفيد مني من البيت ومن المكتب الموجوده في البيت. بس انا بالنسبه لي الحاجات دي كلها واحد، كل الفنون واحد، سواء كان دراما او مزيكا او رسم او اي حاجه يعني في النهايه الفنون. كل الناس دي موجوده في حته واحده. طيب نحن نستمع للحن، اللحن منك ومعك الفرقه الجميله، ونقول لكم كل عام وانتم بخير. طيب نحن نسمع في الشاطئ قرب بروف، هي من الاغاني الجديده الجميله الحبيبه علي انا شديد، وبنقول لناس بروف كل سنه وانتم طيبين يا ناس ام درمان، والله يديكم الصحه والعافيه. طيب هي كلمات الشاعر الجميل جهاد عوض الله والحانه، يعني كل سنه هو طيب كمان. نسمع.
القرب بروح شايف لي الصيدة في الشادي قرب بروح شايف لي الصيدة بدايت في النسايم قعد برنا بالريدة قرب بروح شايف لي الصيدة في الشاطئ قرب بروح شايف لي الصيدة بدايت في النسايم تعطرنا الياسمين بيسرق فوق شزاه من ايده الياسمين بيسرق شزاه من ايده بملهمه لغنايا وما تخلي القصيده في الشاطئ قرب بروح شايف لي الصيده في الشاطئ قرب بروح شايف لي الصيدة تداعب في النسايم تعطرنا بالريدة القمرية الحبان نزلت حدم درمان القمرية الحبان نزلت حدم درمان في الشاطئ بتنور أنوار ضاوية حنان في الشاطئ بتنور أنوار ضاوية حنان شالت خضرة النيل في خدها الرويان في الشاطئ قرب بروح شايف لي الصيدة في الشاطئ قرب بروح شايف لي الصيدة تدايب في النسايم تعطرنا أسرت عيني صيدة في الشاطئ قرب بروح شايف لي الصيدة تداعب في النسايم تعطرنا بالريدة شكرا لك يا نادر وأطربتنا صراحة شكرا للفرقة الموسيقية معك برضو نادر عايزين نتكلم عن الوالدة الأستاذة القديرة حياة طلسم وهي لأسباب صحية ما قدرت تكون حاضرة والله يا أخي أنا بحييها وبقول للناس بعتذر يعني نيابة عنها هي والله تتمنى إنه أنا وهي يعني نتلمى في مكان واحد بالذات يعني بعد ما أنا واصلت في المجال الفني ده ما حظيت بإنه أنا يعني أكون معها في مكان واحد والناس تشوفنا يعني فعشان ما يقولوا لي هي بتجاملك وكده هي بتدي زول على راسه وما بتهزر يعني فهي وصلت معي لحد هنا وحبت تكون مشاركة بس لظروف صحية ما قدرت تكون موجودة فأنا بعتذر والله بالنيابة عنها وكل سنة وهي طيبة وبتقول لكم كل سنة أنت طيبين طيب كده كلمنا عنها في البيت والله يا بتتعامل معاكم كيف حتى بتتعامل مع أخواتها هادية ونادية بتتعاملوا كيف في البيت كده احكي لنا الجو
والله يا شبه هي يعني أم في المقام الأول، يعني أم زي كل أم، بل بالعكس كمان أنا بحس فيها يعني الحنية زايدة أكتر من أي زول تاني. نحن ثلاثة في البيت أو أربعة يعني، في واحد يتوفى الكبير الله يرحمه بدري خالص. هي والله أنا طبعا أصغر واحد ومدلع يا جماعة، يعني بصراحة كده أنا مدلعني. فهي والله ما مقصرة، كان معايا أنا أو مع سماح أختي الأكبر مني أو جمال أخويا الأكبر مننا. جمال بطبعه يمكن عشان ضابط ما كان موجود في البيت، أنا وسماح المتواجدين وبنشاكل في الحاجات دائما. لكن هي أم حنونة جدا والله، وما بتنوم ما لم أنا أجي البيت، وما بتتعشى حتى إلا أنا أجي البيت وتأكل معي. ويعني زولة 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 جميلة شديد يا أخي، وفنانة يعني أنا بحبها والله كزولة فنانة، وهي يعني في الدراما كمان ما شاء الله عليها، يعني زولة معبرة شديد. وحتى بسمع الكلام ده من الناس يعني المعاها في المجال بتاع الدراما، إنه يعني زول معبر بالشكل ده زي الوالدة ما في. طيب أنت ذكرت الدراما، ونحن برضو عاوزين نتكلم في حق الوالد الأستاذ المبدع عثمان جمال الدين، رأيك فيه شنو كدرامي وكمسرحي؟ والله يا أخي أنا أول حاجة هو ذاته مظلوم شديد. مظلوم معايا أنا شخصيا، هو يعني حاجاته الحمد لله بتوصله لأنه أي زول يعرفه. لكن بالذات فيما يخصنا أنا ظالم شديد، محل ما أمشي طبعا يعني بيربطوا البلابل بي أنا أو بيربطوني أنا بالبلابل، بحكم إنه الموضوع يعني الموضوع له علاقة بالمجال الفني. يعني هو يعني مظلوم شديد وسيرته ما بتجي، حتى الناس مسميني نادر طلسم على حس يعني البلابل وكده. فأنا بقول له كل سنة أنت طيب يا بروف، وعافي لي يا أخي عافي لي، يعني أنا مروي حقك. هو الله يزول برضو أبو في المقام الأول، وزول صارم جدا. طيب رأيك شنو في أعماله اللي اشتغل قبل كده؟ والله هو يعني اشتغل دائما تقييم الأبناء لأبائهم بيكون مختلف، يعني اشتغل حاجات كثيرة شديد، وعنده تجربة بتاع التمثيل أو تجارب يعني زمان شديد. أنا كنت بشوف صوره بس ما برضو ما حظيت بأنه أنا أشوف الحاجات دي وأحضرها. بس إسهاماته في المجال الدرامي واضحة، ويعني أنا بالنسبة لي شايفة قدامي. وهو يمكن السوداني الوحيد اللي أخذ يعني درجة بروفيسور في الدراما، يعني ما في زول سعى للحاجة دي شديد. فهو حاب الدراما ومتشرب الدراما وبحب السودان ده شديد. طيب طالما هو يعني عنده عديد من الدرجات العلمية المهمة زي ما أنت ذكرتها، برأيك شنو فيك أنت كنادر الفنان ونادر الممثل ونادر الفنان الشامل يعني؟ والله يا أخي أنا أتخيل لي رأيه أنه نقدر بيقدمه لك شنو؟ والله هو يعني هو ما بينقد بقدر ما أنه هو يعني بيوريك أنه هو شاف شنو إذا في حاجة ما حباه فيك. والحمد لله أنا اليوم الليلة يعني ما شاف لي حاجة ما عجبته، يعني مش على إنه مستوى الحاجة كويسة ولا لا، ده بقيمه الناس. لكن الحمد لله أنا قبل ما أمشي حتى قاعد يعني أراعي للمسألة دي شديد، إنه يعني الوالد عثمان جمال الدين والوالدة حياة طلسم هم تعبوا في المجال ده عشان يصلوا المراحل دي وعملوا حاجات ما هينة. فبيبقى على الأقل يعني لو ما حتكون أنت بنفس المستوى ده حافظ لهم على الأقل على الحاجة اللي هم عملوها. فمحل ما أمشي تلفزيون أو سواء كان إذاعة أو أي مناسبة أو أي شيء أنا حقدمه، بحاول بجتهد بقدر الإمكان إنه أنا أعمل شيء كويس يعني يتعكس عليهم برضو بشيء طيب كويس. نحن عاوزينك برضو تعمل شيء كويس وتقدم لهم لحن في المساحة القادمة. والله يعني بمناسبة إنها هي كان مفروض تكون موجودة معانا ومشت، هنغني غنية من غناهم، وأكثر غنية هي بتحبها اللي بيسأل ما بتوه، من الغنى اللي هي قاعد تحبه يعني. طيب نسمع. وبهديها لهم هم كمان، وقول لهم كل سنة وانتم طيبين. طيب نستمع. كنت
الافراح تجي انما مجبور علينا الله ما مجبور علينا احنا مجبورين عليه لا 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 بيسأل ما بيتوب دانا نحنا قريبة ليه اللي بيسأل ما بيتوب دانا نحنا قريبة ليه انت ما مجبور علينا والله ما مجبور علينا انت ما مجبور علينا مجبور علينا احنا مجبورين عليك. شكرا نادر، يعني ابداع ما شاء الله. نادر الدرمشي معاك لمنطقه ثانيه، مرحله الجامعه والدراسه، ويمكن الكورال يعني فتره مهمه جدا في حياتك. يا سلام عليك. الكورال ده أنا بالنسبة لي يعني محل ما أمشي بقيت بتكلم عنه، لأنه هو الموصلني للمراحل اللي أنا هسي فيها دي. ومحل ما أمشي برضو قاعد أقول ما لم تكونوا قاعدين وسط الكورال، يعني وسط العدد الهائل ده من الناس، من بنات وأولاد وموسيقيين ويعني كوندكتر وزول ملحن وكده، ما حتحسوا بطعم الحاجة دي أصله. كورال كلية الموسيقى والدراما هي مادة أنا بالنسبة لي أنا درستها في الكلية طول فترة دراستي في الكلية. بالنسبة لي أنا بحس إنه الموضوع يعني ده خلاصة الدراسة بتاعت الناس زي كلهم، أي زول متخصص في مجاله في الموسيقى في أي آلة أو متخصص صوت، يعني بيجي بيطلعوا الحاجة دي في آخر يعني الأسبوع كده اللي أنت أخذته ولا أنا أخذته كده، بنتلمى كلنا بنعمل حاجة واحدة. فأنا حاسس إنه الموضوع بقى أكبر من إنه تكون مادة، وحاسس إنه الناس زي على قدر من الاحترافيه انهم يعني يطلعوا يقدموا الحاجه دي برا، يعني ما دام هي دي الجهه اللي بتوعنا بالفنون والجهه اللي بتوعنا بين تدريس الفنون في السودان. يعني فكره اعاده الكورال من جديد هي يمكن وقفت كان لفتره معينه، والله من 2008 يمكن يعني رجعت يعني يعني عادوا الفكره، بس هي الحاجه قديمه. شنو الاضافات اللي اضفتوها على انتم خصوصا دارسي الموسيقى؟ يعني والله ما انا ما مش بنقول اضفنا حاجه بالنسبه للكورال القديم، بقدر ما انه ده التطورات الطبيعيه للحياه. يعني السنين الفاتت اللي كان فيها الكورال الفات ده يعني الحاجات ما كانت متوفرة بقدر ما الحاجات الموجودة هسه، يعني مقومات كلها بتاعت الموسيقى وحتى الدراسة، يعني المناهج يمكن في تطور من ناحية مناهج، في تطور في العقلية حتى حقت الشباب، يعني استيعابهم يعني استدراكهم للمسألة دي وحبهم للفنون وقادرين يطلعوا شنو يعني جميل. يعني أنا بتكلم عن إنه أي زول أنا شايفه في كلية الموسيقى الدراما دي يعني يملك حاجه جميله بمعنى الكلمه، يعني تكون طيب رياش في حاجته. برايك شنو في غنى البلابل عامه؟ غنى جميل شديد. تقييمك ليه؟ والله غنى يعني جميل شديد ومعمول بمواصفات يعني لها علاقه بالبلابل بالفتره ديك عموما، وهم كنساء يعني هم ثلاثه بنات، يعني حتى خاماتهم واسلوبهم وطريقتهم والكلام اللي حيتقال ذاته حتى ما زي اي كلام. وطلع في فتره صعبه كان انه يظهر بنات يعني وبنات. حتى بغض النظر عن الفتره الصعبه وما صعب غنى البنات انه البيت كان تطلع وتغني والكلام ده كله، يعني ده شكل الغنى حق البلابل اللي هسه نحن بنسمع فيه، وده كل الظروف اللي مروا بها هم، يعني حتى الاسره بتاعتهم وتربيتهم، ولما قاموا يعني معظم غناهم له علاقه يعني بالحب وبالحاجه الجميله. يعني يا نادر بيقولوا لك انه في فتره من الفترات انه بيطلعوا بنات ويغنوا زي تجربه البلابل، انا داير اعرف يعني تقييم نادر شنو للتجربه بتاعت البلابل؟ هل الغنى بتاع البلابل ذاته نادر اصطفى منه حياه معينه بيفكر انه يغيره ولا كيف؟ والله شوف انا ما حاولت اصلا يعني في يوم من الايام انا اول حاجه يعني امسك غنى البلابل واغير فيه، او ما قبلت عليه بشكل جدي كده، انه يعني دي ذخيره انا بالنسبه لي بالنسبه لاي فنان يعني بادي يا دوب، دي ذخيره مناسبه جدا من الغنى المسموع انك يعني
اتصل بها للناس مع انه غنى محبوب للناس شديد. ما حاولت اعدل فيه لانه ما محتاج. ما بيدوك فرصه ولا؟ والله حتى لو هم ادوك الفرصه انا بالنسبه لي غنى البلاوي ده ما محتاج تعديل، ما محتاج انك تضيف فيه اكثر من انك تضيف يعني خامتك انت عليه، يعني صوتك او اسلوبك اللي نحن اصلا عاهدناك به وبنعرفك به تضيف له للغنى ده بالذات يعني. طيب كده رايهم هم شنو في غناك انت يا نادر؟ والله بيحبوه شديد يعني. بيقول لك شنو يعني؟ والله هم حابين غناي لانه وحياتي. هو بيعبر عن يعني حالتي انا وبيعبر عن جيلي انا بالنسبه لي والشباب وكده. انا معظم الغنى اللي انا لحنته او الغنى الخاص يعني يا الحاني انا يا الحان اسامه استاذ اسامه بيكلو او ناس معينين كده، يعني انا بلحن برايب البيانو، فيمكن البيانو لما تلحن به بيخلي شويه يعني بيخليك عندك قالب معين كده ماشي به الغنى، وممكن يعني يتوزع ويبقى ما ممكن اوركسترالي ويعمل في لحن معين. والله اذا في واحده فيهم عندها امكانيه انها تلحن انا حكون مبسوط جدا انه انا القى حاجه منهم، لكن انا الحاسس انه انا ممكن لو ربنا سهل علي الحن لهم عمل هم يعني ماله انا يكون من الحاني او يعني انا ما قاعد اكتب ولا حاولت اكتب، لكن بتمنى انه انا اعمل حاجه طيب. يعني فيها اسمي ويقدموها لي البلابل يعني زي ما هم هسي عملوا يعني هسي هم في الفتره الاخيره دي رجعتهم دي غنوا غنى يعني كاتبينه شباب واشتغلوا غنى يعني حتى الملحنين شباب يعني وجزء كبير من الناس الشغالين معاهم يعني ده بعد يعني طول العمر لكل الناس اللي كانوا معاهم يعني جزء كبير من الناس الشغالين معاهم هسي شباب يعني وليد وحاتم يعني طيب. على الاقل الروح الشبابيه حتى ظاهر عندهم في مزيكتهم يعني فهم امتداد انا بالنسبه لي والله للجيل القديم وللجيل الهسي، واتمنى انه يكون عندنا بيشبه غنى البلابل يعني والله. طيب نادر يعني متين حنشوفك فنان منفرد براك كده من غير الكورال هسي اول حاجه طيب والله يا اخي انا يعني بديت الغنى براي صراحه يعني اول ما بديت براي بس يعني تعرفت مع الكورال اكثر والله مش مع الكورال بس انا تعرفت قبل الكورال بكثير انا يعني البدايه الفعليه ليا كده في المجال الفني كانت في 2013 في اغاني واغاني في قناه النيل الازرق ويمكن يعني دي واحده من المشكلات انا بعتبرها بقدر ما هي كانت حاجه سمحه بالنسبه ليا لكن برضو كانت مشكله لانه يعني اذا كان المقياس لانه مثلا اللي بيصهر في اغاني واغاني ده هو يعني تمتلك على الاقل شيء كويس فبيبقى بعدك انت مطالب طوالي لانه تسهر ولانه الناس تشوفك وكده فلما تكون زول جديد واول بدايه لك طوالي برنامج بالقدر ده مثلا او بالزخم ده فاكيد انت حتصدم شويه كده لانك لما تطلع ما حيكون عندك الذخيره بتاعت الغنى اللي بتخليك تواصل طوالي زي ما بيقولوا اضرب الحديد وهو سخن يعني طيب. فالحمد لله انا بعد ديك يعني قدرت اتحرك واعمل يعني حاجاتي لانه حسيت انه على الاقل انا محبوب عند الناس يعني حب الناس شويه صعب حب الناس مذاهب برضو الحمد لله. الحمد لله نادر نحن الحوار مشى معك سريع لكن مستمتعين برضو بغناك الجميل حنسمع منك لحن وبعد اللحن حننتقل للمائدة ضمت أكثر من مبدع أو مبدعين مرقوا من بيت واحد لكن نستمع للحن ومن ثم نمشي نحن حنسمع كيف حالكم كيف حالكم هي يعني بتتكلم عن الناس البرة ودائما في العيد بنفقد الناس القاعدين برا كلهم ما خلاص الناس دي موجودة وقاعدة بس الناس البرة لهم يعني معز واحترام خاص هي كلمات أستاذ أبو القاسم عجاج والحان أستاذ أسامة بكلو ويا الناس اللي في الغربة يعني كيف حالكم كل سنة وانتم طيبين يعني ¡Gracias!
اكسر احوالكم ما جانا رطمنا ما يا رب كيف عاملين وكيف حالكم قولوا لنا كيف حالكم يا اخي انتو كيف حالكم ما نحن لنا سنين من بعض غايبين من بعض غايبين ورونا نبقى متهني وكيف حالكم بالغربة يا حلوين قولوا لنا كيف حالكم بالغربة يا حلوين يا أخي انتو كيف حالكم بالغربة يا حلوين في الغربة كيف حالكم بالغربة يا حلوين ما نحن لينا سنين من بعض غايبين من بعض غايبين ورونا كيف ما زلنا مجولين في بيوت الأسرة السودانية المختلفة اللي أنتجت وقدمت نماذج عديدة لمبدعين كثر زي ما شايفين وجمعتنا مائدة واحدة هند كمال نعيم سعد والأستاذ عوض شكسبير نادر عثمان جمال الدين أستاذنا إمام حسن إمام ولما السعيدة دي نحن سعداء جدا نكون معكم في العيد السعيد بداية نبدأ بالصغير نبدأ بهند هند الجو العام وجو المبدعين وجو الأسرة السودانية وانت من أسرة سودانية مبدعة تقولي شنو في العيد السعيد؟ بقول للشعب السوداني كله كل سنة وانت طيب وإن شاء الله يعود على السودان وهو بألف خير وبهنين بالعيد عيد الأضحية. أستاذنا عوض أنا والله بقول زي ما كلام الزميلة هند أنا بهني الشعب السوداني وبالعيد الأضحية وخص بالتهنئة كل محبينا والناس اللي بيحبوا الدراما السودانية وخص أيضا بالتهنئة أسرة الصغيرة وأبنائي علي وعلاء وهبة وأبريل
والغناء السودانية 24 والقائمين على سهرة اليوم وبرنامج اليوم اللطيف ده. نادر دعلي يعني أساسي إنه هو أصغر واحد ولا كيف؟ هو لك تقول كلمتك اختصر. يا كل سنة أنتوا طيبين وكل سنة ويزول بيعرف نادر وكل سنة وأهلي يعني أنا أسرتي واحدة الكبيرة بألف خير كل سنة وأنتوا طيبين وأنا سعيد إنه أنا أكون وسط الأخوان الاثنين دل الله يديهم الصحة والعافية وسعيد إنه أكون معاكم يعني. أبتهن شرق النيل؟ والله يا أخي شرق النيل اللي أنا ساكن فيها لكن ما بعرف فيها زول. لكن لو نادر نهني ناس الكويت. أي يا أخي ناس الكويت يا أخي. زي أقوم وكل سنة طيبين. بالأخص مربع 48 و46 وشباب المثلث. شباب المثلث بنقول لهم كل سنة. أنا ونادر أولاد حلة واحدة يعني. ما في كلام ما في كلام. نورت والله. الله ينور عليك يا إمام. في البدء والله التحية لك يا عمار ونحن كنا سعيدين جدا معك في الحلقة اللطيفة. أنا سعيد والله. والجو الجميل والفكرة اللطيفة اللي عملها الزميل أيمن فكرة لطيفة. أنا وعوض قد يكون صدافونا في مواضيع كثيرة لكن هنا المحاور والونسة كان شكلها مختلف شديد. أنا دار أهني الأسر هنا أسرة هند دي أنا تربطني بهم علاقة جميلة جدا. كان كمان نعيم كان أمها رباب كان عم أحمد نعيم أستاذي. أنا بقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. أسرة عوض شكسبير دي برضو أسرة أصحابي شديد. أسرة نادر ديل أبوهن أستاذنا وأمهن أستاذتنا برضو نقول لها كل سنة وأنتم طيبة وكل المشاهدين وكل الأسر السودانية كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله العيد عيد عليكم باليمن والبركات وكان حيين بنتلاقى إن شاء الله يا رب. شكرا لكم نورتونا في هذا المساء وهي حلقة للتاريخ نوفق من خلال البيوت السودانية المبدعة. ونحن دائما على العهد بنقول انه في بيوت سودانيه كثيره جدا ربما ما حالف الحظ بان يكتشف المبدعين الموجودين فيها. دي حلقه بنقدمها لكم عبر قناه سودانيه 24 بنتمنى ان نكون عند حسن ظنكم وحتى جد الملتقى دمتم دائما في امان الله وعيد سعيد على الكل. تفضلوا يا شباب تفضلوا. غور شديد والله يا دلنا عليكم.